رحم الله حال أمة لا تملك إلا أن تشجب. احترام الحريات نؤمن فيه ونعتقد بهذه الحقوق أنها حق فعلي بأن يتم احترام الحريات، لكن الكيل بمكيالين هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وما نقوم فيه من ضعف بأن نكتفي فقط بإرسال رسائل شجب وعدم اتخاذ أقصى وسائل التصعيد، وهذه رسالة إلى جميع الأمة الإسلامية حكومات وبرلمانات بأن يتم اتخاذ كافة أنواع التصعيد، إما بإقرار قوانين بحظر البضائع والمقاطعة أو باتخاذ أعلى أنواع التصعيد مع من يستمر الاستهزاء بديننا وبثوابتنا. هم يحترمون المثليين ويحترمون الصهاينة ويحترمون المحرقة ويتخذون إجراءات. ليش؟ لأن أمامها إجراءات مباشرة ممن يتبنى هذه المعتقدات. لكن مع الأسف الأمة الإسلامية يهان النبي عليه الصلاة والسلام ويهان القرآن، ونكتفي برسائل شجب وبعض المقاطعات وهاشتاغ بتويتر وتنتهي القضية. لا، الواجب هو اتخاذ أعلى أنواع التصعيد لكي يتم احترام هيبة الأمة الإسلامية، وهذه رسالة إلى جميع الأمة الإسلامية. كل الشكر.